بصوا مبدئيا احنا نقدر نعمل شوبينج على حسب على حسب احنا عايزين بادجت بتاعتنا قد ايه. يعني ممكن نعمل شوبينج على حسب السعر، احنا بنختار سعر معين مثلا ونختار على اساسه. تعالوا نختار من 95 ل 100، من 125 ل 130، نختار مثلا حاجة لحد 500 ماكسيموم. اوكي، ونختار 170 كمان عشان ما تزعلش، ونوصل بقى يعني لحد 450 ولا 400، وناخد دول معانا. ده كده بيعرض لنا كل البرودكتس الموجودة من سعر 95 لحد سعر 400. ونعمل هو ابلاي، يعني اخترنا البلاوز دي، شكلها كان عاجبني قوي، دي تفاصيلها، دي شكلها من قريب، فخلونا نختار السايز بتاعنا. لون اولا، وحطيت لك اول الالوان بتاعتها كمان موجودة هنا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.